ولو كانت الفترة قليلة 6 أشهر أو ما يقارب، لكن لا يجوز أن نسكت عن الظلمات التي تطال شعبنا وأبناءنا وأهلنا. والتنمية يا دولة الرئيس، أنا كنت بدي أحكي بس لما رغبت، أنا يعني بدي أشكرك وبدي أكبر فيك حرصك على أبناء الجنوب وعلى أبناء البقاع بالوزارات الخدماتية، وهذا دليل يعني حرص. بس أتمنى عليك، رجعنا على دبكة خرمة، يعني على الشمال أنا مش مقتنع. رجعنا على دبكة خرمة يا دولة الرئيس، أنا هعطيك اللي سألت عين وزير، عين وزير خلص. أنا هعطيك يا دولة الرئيس، شو بك يا رياض؟ كبتي كبتي، شو منعج بك يا رياض؟ لأنه هيتك زعلان ما عملت وزير، رجعنا على دبكة خرمة. لا يا رياض، واحد مثلك الوزير، ما الوزير بيعمل خدمات، الحكومة بتعمل خدمات، أكبر من وزير وأكبر منك كمان. أنت عم تكرس كمان يشتغل بمنطقته. لحظة رياض، انت ما لك قليل ادب وقليل اخلاق كمان، ما لك حق. مش سكرت امك ها، مش سكرت امك على الاخر. وين بعد مثلك مدفوش، ما بيطلع له يحكي معي يا خالد. قال له يا دكتور هيك اسكت اسكت، تشطب هيدي، تشطب هيدي مالك بحتل المجلس، ما بتشرفني وزارات مثل وزاراتك انت. تشطب العبارة هيدي، بتشطب العبارة. لا صحيح غرفان دكتور الرئيس، موضوع الضمان الاجتماعي يا دولة الرئيس، ذكي كتير والله ما شاء الله عنك، شاطر. خلي يا بنت تعرف تحكي بس يا خالد، خلي كفك معي يا دولة الرئيس، واحد في خرفان ما بيعرف يحكي. يحكي خلص سكت، خرب بيتك شو اهبل، لا تشطب هيدي يا خالد. قال له يسكر تمه يا اخي، يا زميلنا ما بيحاول له يحكي يا دولة الرئيس. اذا بتريد عود يا عود ابضاي ولا بينفع اذا بتريد كمان. اذا بتريد اولا ما حدا له حق يقاطع الزميل، ثانيا كل العبارات النابية اللي صدرت منك او منه بحق زميل للاخر تشطب من المحضر. كفي في امر